ازدحام المدن، جودة حياة سكانها، الحوادث المرورية، سلامة أرواح الناس، كلها جزء من مسؤوليتك. تكلفة أي قرار خاطئ في تخطيط المدن لا يقدر بثمن. في برنامج شجعان حناخذكم في رحلة مع أبطال سعوديين اختاروا العمل بمهن خطرة، وحنعيش يومهم ونسمع قصصهم، والأهم من هذا كله نكتشف سر شجاعتهم. اربطوا الأحزمة، الرحلة بدأت. أكيد مرت على كثير مننا وهو جالس يتأمل في سيارته وسط الزحمة، كيف كانت الأمور مختلفة وغير في الزمن الماضي. بحكم النمو السكاني والتطور العمراني صارت الشوارع مزدحمة، وبسبب هذه الازدحامات صار في حوادث كثيرة، وبسبب هذه الحوادث تتأثر جودة الحياة وتتعطل المصالح. عشان كذا وراء هذه العوامل المتغيرة في أي مدينة ناس شغلهم الشاغل دراسة هذه الطرق وتحليل مشاكلها وإعادة تخطيطها عشان تواكب الاحتياج المتزايد والمتطلبات الجديدة. ضيفنا اليوم المهندس حازم الحربي، مدير إدارة هندسة تخطيط النقل والمرور في أمانة جدة، حيشرح لنا على أهمية إعادة تخطيط المدن وإيش المعايير والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم، وكيف يعالجون المشاكل ويرفعوا من كفاءة السلامة المرورية في مدينة جدة. حازم بن حامد بخيت الحربي، مدير إدارة هندسة النقل والمرور بأمانة محافظة جدة. مهندس تخطيط النقل والمرور هو معني بدراسة المدينة بجميع أوضاعها، فيتعامل مع المدينة بالأراضي البيضاء ويدرس مدى تأثير المشاريع الناتجة والتي ستبنى في هذه الأراضي البيضاء، ويضع لها خطط لتفادي مشاكلها مستقبليا. فهذه المهنة هي مسؤولة عن حركة المدينة والحركة ناتجة من سكان المدينة، ولازم أخذ بالاعتبار جميع التفاصيل، سلامتهم، وصولهم، أزمنة أنه ما يكون عندهم تأخير في الزمن أو في الوقت لوصول مقاصدهم. فهذه جوانب جدا نهتم فيها في وضع المدينة في وضع الحالي، أو إن كانت مشاريع جديدة ناتجة كلها تأخذ بعين الاعتبار. لازم نأمن للمواطنين كل احتياجاتهم وسلامتهم. المدينة هي عبارة عن أراضي فضاء ونسيج من شبكة الطرق. الأراضي تنشأ عليها مشاريع، إن كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو مولات، أي يكون نوع المشاريع اللي بنشوفها في المدينة. هذه المشاريع كلها هي بتجذب ناس، بيغادروا منها ناس. طرق جذبها ومغادرتها بتتم عن طريق المركبات في الوضع الحالي في المدينة. فلازم أنا اليوم أعرف إيش تأثير هذه المركبات على مستوى المدينة، وإيش تأثير هذه المشاريع على المدينة. فهنا تكون فكرة هندسة تخطيط النقل والمرور التنبؤ بالازدحامات المرورية المستقبلية الناتجة من المشاريع أو الناتجة من استعمالات الأراضي. الأراضي لها استعمالات، الاستعمالات مختلفة، فلازم أعرف استعمالات هذه الأراضي، إيش المشاريع الناتجة عنها، إيش تأثيرها على شبكة الطرق. فلو عرفت تأثير شبكة الطرق أنا أعرف كيف أتعامل معها، ولازم تكون عندي رؤية مستقبلية في تحديد الاستعمالات الأراضي على مستوى المدينة، في تحديد الكثافات السكانية، في تحديد البنية التحتية حتى تتلائم مع شبكة الطرق في مستوى المدينة. تتمدد المدن بشكل عفوي وطبيعي حسب احتياج السكان الحالي، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياج المستقبلي المتوقع. لكن مهما كان في دراسة وتنبؤات للمستقبل، صعب حصر العوامل اللي ممكن تأثر على اختيار التوجه والتصميم الأمثل لطرقات المدينة على المدى البعيد. خل نقول أننا قدرنا نسبة الازدياد في التعداد السكاني، وبالتالي حددنا عدد السيارات المتوقع تواجدها في المدينة خلال العشر سنوات القادمة، وبناء على هذه الأرقام صممنا شوارع حجمها مناسب وسلاسة عبورها ممتازة. المشكلة أنه وارد جدا يدخل عامل جديد للمعادلة يغير كل هذه النتائج المتوقعة. تخيل ارتفعت أسعار البنزين بشكل يخلي الناس تتجنب السيارات وتعتمد على المواصلات العامة، أو تخيل صار في انخفاض كبير في أسعار السيارات تخلي كل فرد في العائلة يمتلك سيارة خاصة فيه بدل ما كان فيه سيارة واحدة تكفي الجميع.
في الحالة الأولى بيكون عندنا طرقات أكبر من اللازم وهدر في الموارد، بينما الحالة الثانية بيكون عندنا تكدس وازدحام ما كان بالإمكان نحسب حسابه. عشان كذا وجود جهات مسؤولة عن إعادة تخطيط المدن وتحسين الكفاءة المرورية أمر أساسي في المدن الحديثة ومؤثر مباشر على التنمية وجودة حياة الأفراد وكفاءة المنشآت. طبعاً أنا تخرجت من الجامعة كمهندس مدني، توظفت في أمانة جدة، اشتغلت في عدة إدارات حتى وصلت للإدارة العامة لدراسات التصاميم، كانت فيها إدارة هندسة النقل والمرور، بدأت العمل فيها في هذه الإدارة كأول إدارة اشتغلت في الإدارة العامة لدراسات التصاميم. حبيت المجال وهذا المجال استمر معايا من أيام الجامعة، كان في حب في شغف لهذه المادتين. انتقلت معايا في الإدارة، كنت مهندس دراسة أدرس دراسات وأحلل وأشوف المشاكل مع المسؤولين ومع الخبرات اللي سبقونا في هذا المجال ونتعلم منهم. كانت في عدة شركات استشارية كنت أجلس معهم فترة طويلة إلى بعد المساء، بعد أذان المغرب إلى العشاء أقعد معهم حتى أنمي خبرتي في هذا المجال وأكسب منهم خبرة مرة كبيرة، لأن ما أعتمد على دراسة جامعية في كورس أو كورسين. بدأت أطلع على كثير من الكتب وأقرأ فيها، أفهم بعض الأنظمة والاشتراطات والكثير من المعارف في هذا المجال، إلى ما نمت هذه الخبرة بقيت مهندس دراسة في هذا المجال الفترة تقريبا 3 سنوات. بعد كده الحمد لله وفضل من الله بعد ثقة المسؤولين لدينا تم تعييني كمدير إدارة هندسة النقل والمرور، بدأت في هذا المجال إلى الوقت الحالي. المخاطر والتحديات تتمركز في وصولك للنتيجة الصحيحة، مدى ثقتك أنك أنت وصلت لنتيجة صحيحة 100% في دراساتك وتحليلك للبيانات والتصاميم اللي عملتها، هل هي تلبي احتياجات ومتطلبات سكان المدينة أم لا؟ قد تعمل تصميم بيكون تكلفته جدا عالية، وبعد ما ينعمل هذا التصميم بتكلفة جدا عالية قد يفشل. فأحد المخاطر هي لازم أتأكد من صحة الحل أنه يلبي متطلبات سكان المدينة اللي بترتب عليه أعباء جدا كثيرة، والأعباء هذه قد تكون تكاليف مالية، قد الحل يؤدي لحوادث مرورية، قد الحل يؤدي إلى حوادث دهس وإصابات ووفيات. فهل نتعامل مع أرواح؟ فهي أغلى شيء نملكه على مستوى المدينة. بتحس أنك أنت بتعامل مع ظروف متغيرة، ظروف متجددة، ما في العمل الروتيني، كل يوم بتكون عندك حالة، كل يوم بتكون عندك دراسة، كل يوم عندك تتعامل مع جميع أنواع الشرائح من المجتمع وجميع الظروف اللي بتحصل في المدينة من شمالها لجنوبها لغربها لشرقها. فهذا الجميل فيها أنك أنت بتتعامل بفكر مختلف، تحتاج أنك تنمي معرفتك وتنمي خبرتك وتطلع باستمرار. يعني المعرفة ما تقف على أنك أخذت شهادة جامعية وتوظفت وعملت، لا، حتى وانت تعمل لازم تقرأ وتطلع وتنمي مهاراتك في هذا الجانب بشكل مرة مستمر حتى تواكب التغييرات التي تحصل في المدينة. إذا ما كان الشخص يعرف سلوكيات مجتمعه، ظروف مجتمعه، في تنقلاتهم، في تحركاتهم، في متطلباتهم، حيصعب على الموضوع. فتلقي السلوكيات تدخل معي حتى في التصاميم، قد تكون هذه التصاميم مطبقة لجميع المعايير لكنها بتعطي أمان 100% صحيح، لكن سلوكيات الناس جدا مختلفة، فلازم أبدأ أرفع كمان من جودة الأمان في التصاميم عندي عشان أضبط سلوكيات المجتمع عندي في شبكة الطرق. بعد ما استوعبنا حجم المسؤولية في مثل هذا النوع من المهن اللي يرتبط مباشرة بسلامة الناس وحفظ أرواحهم، جاء الوقت اللي نشوف فيه كيف المسؤولين يمارسون مهامهم بشكل يومي. تابعونا بعد الفاصل، بيشرح لنا حازم مهام إدارة هندسة المرور بالتفصيل، وبنزور سوا عدة طرق وتقاطعات، نشوف نماذج تم إعادة تخطيطها وأخرى تحت الدراسة عشان نفهم من الميدان كيف يتخذون قراراتهم. لا تروحوا مكان، نرجع لكم.
مجانا شاهدوا STC TV مع باقات بيتي فايبر، المتعة وصلناها لبيتك، بتنوعها تذهلك والخيار لك. كلية الملك دران للطفولة خرجت كفاءات اليوم يفتح فيه. بدأ العمل في إنشاء هذا المركز لعلاج مرضى السرطان. تم تشييد مطار دولي، هذا المشروع يقدر يخدم 400,000 لاجئ، يحسن من جودة الخدمات. شكر كبير للصندوق السعودي إنه وافق إنه يمول المشروع. السعودية تطلبنا، جعلت من الحلم حقيقة. أعمار الأرض الموسم الثالث يوميا الخامسة مساء على SBC. رمضان عندنا. شركة المزين العقارية تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. نومة هنية، أحلامك سعيدة. بيبي توي سعادة تدوم طول الليل. سويتس تتمنى لكم إفطارا شهيا. مرحبا أهلا وسهلا، أرضكم ومحلكم. تقبل الله صيامكم. فهمنا كل المشاكل والحلول المطبقة والمقترحة على الخريطة، يلا ننزل على الميدان ونشوفها على أرض الواقع. إدارة هندسة النقل والمرور معنية بثلاثة مهام على مستوى المدينة. المهمة الأولى فيها قسم السلامة المرورية، والقسم هذا بيختص برفع السلامة المرورية وتخفيف الحوادث المرورية الحاصلة في المدينة. طبعا الحوادث المرورية بتنقسم إلى قسمين، حوادث ناتجة عنها إصابات ووفيات جسيمة، وحوادث ناتجة عنها أضرار ممتلكات، إما تكون على ممتلكات العامة في الطرق أو بتكون على ممتلكات الخاصة لصاحب قائد المركبة. القسم الثاني معني بالدراسات المرورية، وهذا القسم يقوم بعمل دراسات تأثير مروري لأي مشاريع كبرى في المدينة، في مدينة جدة. أي مشروع بيتم إصدار رخصة له يجب أخذ الأثر من هذا المشروع على مستوى شبكة الطرق وتحليله قبل البدء في البناء به. فقبل لا يبدأ البناء لهذا المشروع نعرف آثاره على التقاطعات المحيطة فيه والمشاكل المرورية. هذا الجزء الأول من قسم الدراسات المرورية. القسم الثاني معني بدراسة المحاور الرئيسية والشوارع التي تعاني من ازدحامات مرورية، فيقوم هذا القسم بعمل تحليل وعد مروري آلي ويدوي ودراسة طبيعة الشارع وش الأسباب الناتجة عن الازدحامات المرورية، ويبدأ يحللها ويوجد لها حلول مرورية تفك من اختناقات والازدحامات المرورية. القسم الثالث هو المعني بالنمذجة والبيانات المرورية. هذا النمذجة تقوم هذا القسم بدراسة المدينة بشكل عام كماستر بلان،
وتعني بأنه يعطي حلول على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل، ويعطي رؤية شاملة لمتخذي القرار والمسؤولين في المدينة أنه كيف حتكون التوجه في المدينة من ناحية الحركة المرورية، وكيف يكون استيعابها بأسرع وقت ممكن، وطرح المشاريع لتخفيف هذا الأثر المستقبلي الناتج من المشاريع الكبرى اللي بتكون أثرها كما وضح سابقا في الدراسة المرورية. هذه المهام الثلاثة اللي بتقوم بها الإدارة حاليا في الوقت الحالي. مدينة جدة أحد أهم المدن في مملكتنا، وتاريخها جداً قديم ومر عليها الكثير من العصور والأزمنة. أمانة جدة تعمل بشكل متواصل على إعادة وتطوير التخطيط المروري عشان نواكب النمو السكاني والعمراني وتساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية. ففي سنة 2022 لوحدها شيدت الأمانة طرقات بحدود 350 كيلو متر، وحسنت 50 تقاطع مع تنفيذ خطوط وجسور للمشاة، وأنشأت العديد من الحدائق والمماشي، كل هذا عشان تزيد من كفاءة السلامة المرورية وتواكب النمو السكاني. وإذا كنت من أحد أهالي جدة فأنت تقدر تساهم في تطويرها وتحسينها. افتح موقع أمانة جدة الإلكتروني وقدم مقترحاتك على برنامج شارك في تطوير حيك، وهم بدورهم بيدرسوها وبيحرصون على تنفيذ الرهيب منها. اليوم حأعرض بمشيئة الله، إحنا عندنا مشكلة من المشاكل ونحاول بإذن الله نتفاداها على مستوى المدينة ونخفض من هذا المؤشر. إحنا عندنا مشكلة الحوادث المرورية، وبالتعاون مع الجهات الأخرى كإدارة المرور وشركة نجم وهلال أحمر رصدنا عدة بيانات منهم على مواقع الحوادث المرورية، وتم أخذ هذه البيانات ورصدها على طبقات الجائس وتحليلها وعمل الدراسات عليها لتفادي وتخفيف أثر الحوادث المرورية على شبكة الطرق في مدينة جدة. وإن شاء الله بمسيئة الله نسعى ضمن الرؤية أنه نحد من هذه الحوادث المرورية وتكون عندنا مستوى السلامة المرورية جدا عالي في مدينة جدة بمشيئة الله، وذلك بتعاون جميع الجهات الحكومية الأخرى مع عمارة محافظة جدة. حيكون عندنا ثلاثة مشاريع حنعطيكم عليها أمثلة. المشروع الأول هو قد التنفيذ حاليا، وتم إعداد الدراسات والتحليل والتصاميم لهذا المشروع، وهو عبارة عن رفع كفاءة السلامة المرورية لأن المنطقة تعاني من اختناقات وازدحامات مرورية وكثرة الحوادث المرورية، وهو قيد التنفيذ حاليا. المشروع الثاني هو في منطقة شارع الأمير محمد عبد العزيز، طبعا بعد افتتاح النفق هذه المنطقة هتعاني من اختناقات وازدحامات مرورية جدا عالية، وكما يعرف الجميع أنه الاختناقات والازدحامات المرورية ينتج عنها أيضا حوادث مرورية، فكلما كان الحركة سلسة ومرنة جدا ومنظمة بتخفف من أثر الحوادث المرورية، بتكون فيها مرورة لسالك وقائد المركبة على الطريق. هذا المشروع الثاني، وهو حاليا تم دراسته وتحليله وعمل التصاميم واخذ الموافقات من الجهات المعنية، وتم البدء فيه وتنفيذه على الطبيعة في طريق الأمير محمد عبد العزيز. المثال الثالث، زالت تقوم الأمانة بالتعاون مع شركة نجم بناء على التقارير الواردة منهم أنه تكثر الحوادث عندنا في دوار السارية دوار العلم، وتم رصد هذه الحوادث من شركة نجم وتم تزويد الأمانة بها، وقامت الأمانة بالإدارة مع الجهات الأخرى بدراسة وتحليل هذه المواقع ومعرفة الأسباب الناتجة عنها، وما زالت الأمانة تقوم بعمل عدة بدائل ودراسات أخرى للتوصل للحل النهائي اللي يرفع من كفاءة السلامة المرورية والحد من خطورة الحوادث في هذا الموقع بمشيئة الله. سنستعرض لكم إن شاء الله بمشيئة الله الثلاث المواقع على الشاشة أمامنا. الموقع الثالث والمرصود فيه العديد من الحوادث المرورية دوار السارية، طبعا بناء على التقارير الواردة لنا رصدنا العديد من الحوادث المرورية، والحوادث هنا بناء على تعتبر حوادث ذات أضرار مركبات وليس هي حوادث جسيمة بحكم أحجام الحركة المرورية جدا عالية، وأحجام الحركة المرورية عالية هنا بحكم تقاطع محورين رئيسية جدا وشريانية، تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الأندلس، ويعتبر هذا التقاطع بيخدم جميع الاتجاهات وبينفذ على جميع المحاور للقادمين من مكة المكرمة من طريق الميناء، أو القادمين من طريق الملك عبد الله باتجاه الشرق ويبغون اتجاه الشمال، او القادمين من الشمال ويبغون اتجاه الشرق او الجنوب، فالتقاطع يعتبر ذات كثافه مروريه جدا عاليه. فقمنا بعمل ارصفه توجيهيه في هذه المنطقه، وعمل ارصفه توجيهيه هنا ايضا في هذه المنطقه على الثلاث الاذرع الواقع على الدوار، وضيقنا معدل المسارات حتى يكون في تامين للحركه وفي سهوله لتدارك انه المركبات داخل الدوار بشكل صحيح. بالإضافة أنه أكبر مشكلة حنا صدناها زي ما ذكرنا أنه عندي مشكلة الناس اللي قادمة من الشمال
تدخل للدوار ويحصل هنا اختلاف في اتخاذ القرار. الناس تريد أن تسلك الطريق الجنوب وآخرين يبغون أن يسلكون طريق الملك عبدالله، فيحصل هنا اختلاف في اتخاذ القرار وتحصل الحوادث بكثرة في هذه المنطقة. فعليها عملنا جزيرة فاصلة من طريق الخدمة لطريق الأندلس يؤمن للناس طريق فرعي للناس اللي تبغى تسلك الطريق الجنوبي دون الدخول للدوار. حنطبق بمشيئة الله حسب اعتمادات المالية والتكاليف لدينا أن حننفذ هذا الحلول بمشيئة الله رفع كفاءة السلام المورية. احنا حاليا عند دوار العلم، دوار السارية، فنبغى نحدد ونفحص المشاكل اللي حصل على الدوار. في تداخلات كثيرة وفي ازدحامات عالية جدا على الدوار بحكم اللي تقاطع مع الحوارين محور طريق الملك عبدالله محور طريق الأندلس، فنبغى ندرس الخصائص والمشاكل اللي تحصل على الدوار في هذه اللحظة بمشيئة الله. طبعا يعني الأمانة مع الجهات الأخرى تقوم بجهود جدا عالية، يعني الموضوع يتطلب جهود من الإدارات الأخرى، إدارة المرور، شركة نجم، هلال أحمر، فحين نصد منهم هذه البيانات نبدأ نحللها وندرسها ونشوف أكثر النقاط الحوادث اللي تحصل. فبإذن الله حنستعرض أكثر الحوادث اللي تحصل فين في الدوار حكم التقاء الشارعين والمحورين كبيرة جدا في هذه النقطة. فعلى ضوها نبدأ نركب كاميرات، الكاميرات دي بترصد أحجام الحركة المرورية في ساعة الذروة كم أحجامها وعلى طوال اليوم، ونشوف أكثر التفافات اللي تحصل في الدوار، هل هو الناس القادمين من طريق الملك عبد الله بيسلكوا في اتجاه الجنوب أو العكس بذلك اللي جاي من طريق الأندلس بيروح طريق الملك عبد الله. فنشوف نقاط التقاء الدوار اللي تحصل فيها الحوادث ونبدأ ندرسها ونحللها عن طريق كاميرات توضع، هي كاميرات هندسية تعمل تفرز أحجام الحركة المرورية وتوضح خصائص المركبات، مركبات صغيرة، شاحنات، شاحنات متوسطة. بعد ما ندرسها ونشوف أحجام حركة المركبات والنقاط تحصل فيها الحوادث بناء على التقارير الواردة لنا من المرور أو نجم الهلال الأحمر، نعمل دراسة تفصيلية ونطلع بحلول بإذن الله نعتمدها ونعرضها على لجنة مورية حتى تكون فيها رفع لجودة الحياة ورفع لجودة كفاءة السلام المورية بمشيئة الله. بعد ما انهينا جولتنا في شوارع جدة واللي أتصور خلتنا كلنا نعيد النظر في تحديات الزحمة المرورية وإنه الموضوع أكبر من إنك تشيل إشارة أو إنك تفتح يوتيرن، الآن جاء الوقت اللي نسمع فيه من حازم بعض المواقف والتحديات اللي واجهته شخصياً أثناء أداء مهامه وكيف أثرت مهنته على حياته وإيش أهم طموحاته اللي يسعى لتحقيقها من خلال عمله. كل هذا بعد الفاصل، لا تروح مكان. جف سائل غسيل الصحون الجديد مع الزيوت الطبيعية يزيل الدهون 100% ويعطي أطباقك لمعان رائع. قوة جف مع قوة الطبيعة، صحون خليها على جف. لعلكم تتقون. جربت إحساس أنك تأخذ قرار مصيري والخطأ فيه مكلف جداً؟ هذا الإحساس هو الإحساس اللي يعيشه بشكل يومي مهندس تخطيط الطرق. قصة كانت في مشروع كان يعتبر تحدي جداً ومرهق، أخذ مننا وقت كثير جداً في إيجاد الحل المناسب نظراً لظروفه الزمنية في وقت قصير جداً، وكان الحمل الكبير عليه أن أجد حل سريع في أقرب وقت.
وفي مشروع يعتبر محور قوي جدا كمحور الأمير محمد عبد العزيز، كان النفق على وشك الافتتاح عشان نستوعب هذه الأحجام المرورية كلها. كان لابد علينا أن نكثف من الجهود وأن نعمل بشكل سريع جدا من عمل بيانات عد مروري وعمل دراسات وتحاليل ووضع عدة بدائل وتقييم هذه البدائل عن طريق البرامج الهندسية المعنية بهذا الأمر. توصلنا يعني إلى حل قوي جدا، نأمل من الله أنه يساهم في فك الاختناقات المرورية ورفع كفاءة السلامة المرورية في منطقة الدراسة. عادة ما يكون سبب إعادة هندسة المدن هو النمو السكاني والعمراني، لكن مدينة برشلونة في إسبانيا تخطى الموضوع هذا الحد ووصل لمشاكل خطيرة في التلوث البيئي. خلال 10 سنوات الأخيرة كان لابد من إعادة تخطيط المدينة والوصول لحل يحد من تلوث الهواء والتلوث السمعي في الطرقات، إضافة لإيجاد حلول لخفض درجات الحرارة. كل هذه العناصر جالسة بشكل مباشر تهدد حياة وصحة السكان. عشان أستعرض لكم الحل اللي ابتكروه، خلوني أول شيء أشرح لكم كيف مدينة برشلونة مصممة من الأساس. برشلونة قبل 200 سنة كانت مبنية بشكل عشوائي وتعتبر مكان سيء جدا للعيش فيه، وعمر الإنسان فيها قصير بسبب انتشار الأمراض ومشاكل الصحية. وقتها اقترح أحد المهندسين التوسع على شكل شبكة من الطرقات بتصاميم عمرانية مدروسة تعالج كل هذه المشاكل. التصميم المقترح فشل لأن ما طبق بشكل المدروس، وتصميم البلكونات المطلوب ما أدى وظيفة بمرور الضوء الشمسي والهواء النقي. في 2014 قرروا يعتمدوا خطة إعادة تصميم الطرق في الأحياء الداخلية للمدينة، وأطلقوا على هذه الخطة الطموحة اسم السوبر بلوك. الفكرة بكل اختصار هي تحويل كل 9 بلوكات متصلة إلى سوبر بلوك واحد، وكذا أصبحت الطرق الداخلية بين البلوكات على شكل لعبة XO، وصار ما يدخلها السيارات ولا الباصات، وتحولت للطرقات إلى طرقات مشي ودراجات، وأصبحت مليئة بالأشجار والحدائق. إعادة تصميم المدينة بالطريقة الفعالة هذه أنقذ الأحياء الداخلية من ازدحام السيارات وحل مشكلة تلوث الهواء والتلوث السمعي. في الأخير بعد ما شفنا وفهمنا كل شيء، نجي للسؤال الأهم اللي خضنا عشانه رحلة ممتعة وصعبة عشان يجاوب عليها ضيفنا، واللي هو إيش مصدر شجاعتك؟ هذه المهنة بكل أمانة أضافت شيء كثير. مهنة تتعامل بشكل يومي مع متغيرات جديدة، بتعطيك بحس مسؤولية جدا عالي، وتتعامل بكل أمانة، وأنك تكون حريص جدا في اتخاذ القرار المناسب. تردنا الكثير من التقارير الحوادث المرورية، بنعرف أنه فيه هنا إصابات وهنا وفيات. بيغلبنا جانب الحزن أنك تفقد أشخاص في المدينة بسبب حوادث مرورية أو سلوك أو أخطاء هندسية أو غيرها من الأمور. يكون عندنا طموح أنه 0 حوادث مرورية على مستوى المدينة. مهندس النقل والمرور إذا سافر لأي منطقة ما يستمتع بسفريته، ترى يتعب، عينه بتشوف كل شيء قاعد يحصل في المدينة اللي هو فيها، وبيتساءل ليه إحنا ما عندنا مثلهم، وليه ما نكون أفضل منهم، ويبدأ يحلل. فمن هذه التجارب اللي أنا خطها في بعض المدن اللي سافرت لها، لما أرجع أقول إحنا قادرين نحقق أعلى من أي مدينة وصلتها في العالم. مصدر شجاعتي أني أشوف مدينتي من أفضل مدن العالم. أنا بكل أمانة أشكر كل المسؤولين في أمانة محافظة جدة على دعمهم لجميع الموظفين. إحنا عندنا هدف أن نشوف مدينة جدة بمشيئة الله، ودنا نشوفها أفضل مدينة، وأطمح أن نشوفها أفضل مدينة. ودك تخدمها ليل نهار وتقول هذه المدينة لسه ما زال أنها تستاهل تكون أفضل مدينة على مستوى العالم، وما ينقصنا حاجة. يعني بتوجيه القيادات عندنا كلنا تحت خدمة هذا الهدف، ونسعى تحت خدمة هذا الهدف. نطمح أن نكون أفضل مدن العالم عندنا، ونجتهد ونسعى، وإن قابلتنا بعض العقبات نقول لا
حنا قدها ونتجاوزها.